بسم الله الرحمن الرحيم. باسم خاص وباسم جميع الطلبة الصحراويين الدارسين في الجامعة الجزائرية، نشكر الإخوة في الاتحاد الوطني للطلبة الجزائريين مكتب ولاية البويرة، والإخوة العاملين في اللجنة الوطنية الجزائرية للتضامن مع الشعب الصحراوي، من أجل إقامة هذا اليوم التضامني مع الشعب الصحراوي مع أهل المناطق المحتلة، والذي يتزامن مع عيد الطالب الجزائري 19 مايو 1956، والذكرى الأربعين للكفاح المسلح وتأسيس جبهة الشعبية تحرير الصغير العمود الذهب. حقق التنظيمة الطلابية على مختلف مشاربها ومختلف آرائها دائما تقف إلى جانب الشعب الصحراوي، دائما تقف إلى جانب الطلبة الصحراوي من أجل إنجاح وإنجاز جميع الفعاليات المخيبة للذكريات الوطنية مهما كان طبيعتهم ومهما كان حدثهم ومهما كانت الظروف الدولية. وحقيقة الشعب الجزائري حكومة وشعبا وسلطات عودتنا دائما على تضامنها وتعاطفها ووقوفها مع الشعب الصحراوي، وهذا الموقف الثابت ما هو إلا نابع عن تلك المواثيق الدولية النابعة عن المتحدة، لا سيما القرار 14-15 الذي يدعو لحق الشعوب تغيير مصيرها.